طيب عايز اسمع رأي كابتن هشام في اداء نادي الزمالك النهارده وفي المباريات الماضيه. على الناحيه من الناحيه الفنيه ما كانش في ناحيه فنيه يعني ما بتكلمش عن الناحيه الفنيه. احنا يعني خلينا نبقى برضو يعني الكلام ده بيزعل ناس كتير جدا، بس الحقيقه الزمالك وحش. الزمالك النهارده دفاعيا خارج الفورمه، كل اللعيبه خارج الفورمه. ان يحصل ثلاث ضربات جزاء وممكن كان يتحسب واحدة رابعة كمان، يعني معنى كده ان في حالة عدم تركيز عالي جدا بالدخول على الخصم. تاني حاجة فرقة أسوان، يعني انا بحترم النهاردة أدائها الرائع، لكن احنا بنتكلم الكلام ده بيبقى في مباراة زي الزمالك، لكن بقية المباريات ما بنتفرجش عليهم في حاجات تانية لان بيبقوا في حالة تانية خالص غير المباراة دي. هم بيلعبوا ضد الزمالك بالظبط. فتيجي النهاردة بصراحة عملوا مباراة جيدة جدا جدا، قدروا يوصلوا لمرمى الزمالك بشكل كبير جدا بأخطاء عدم تمركز. طريقة الأداء النهاردة انه لعب بتلاتة كانت مفاجأة لينا قبل ما تكون مفاجأة للفريق أسوان. كان بيجرب يا هشام، كان بيجرب طريقة عشان يلعب، ما كان بيجرب طريقة. لكن بص لما اجي اجرب طريقة يا كابتن لازم تكون العنصر بتاع الطريقة لازم يكون عندي كل اللعيبة اللي بتقوم بالدور مع بعض، يعني انت فاهم، يبقى العنصر الأساسي. طبعا تغيير اللعب ومهام لحازم تانية، هو و ناحية تانية فتوح. فتوح. تاني حاجة إمام عاشور ورؤى. رؤى لحد دلوقتي لسه ما طبعش أداؤه داخل الفرقة لحد دلوقتي. يعني هو ممكن يكون لعيب كويس لكن أداء جوه الملعب لسه ما خدش الشكل اللي هو المناسب. صحيح.